بدأ الموسم الصيفي ومعه بدأت نجاحات وائل كفوري السنوية المعتادة، فالنجم اللي أصبح حالة فنية خاصة قرر هالعام يقلل عدد حفلاته ويختار محطات معينة للقاء محبينه، على عكس العامين الأخيرين اللي كان عم يتواجد خلالهم بمعظم المهرجانات اللبنانية الكبيرة. والبداية هالعام كانت من مهرجان صيف جوني واللي كانت برعاية إعلامية خاصة لأغاني أغاني، أما كفوري فكان عبر عن مدى سعادته بإحيائها من لحظة صعوده للمسرح وبعد تقديم خاص من الزميلة جويس حقيقي. في احلى من انه بلش صيفيتي للجامعه اللي بلشت فيها مسيرتي الفنيه وهي جامعه التسليم. في احلى منه اني بلش صيفيتي من كسروان ومن شغلي بالتحديد مع اكثر ناس حبيتهم وحبوني. المواويل اللبنانية كان إلى حصتها الخاصة بهالحفلة، ووائل يعتبر واحد من أبرز النجوم اللي بيبرعوا بأدائها، فصوته بيحمل عرائة الأغنية اللبنانية وعبره بيوجه تحية إكبار لعمالقة الغناء. مع كل حفل بيقوم وائل بأحيائه بتظهر أكثر عفويته بالتواصل المباشر مع جمهوره اللي هو محفز أساسي إله لتقديم أعمال بتشكل علامة فارقة بالساحة الفنية. حبيب القلب خلينا اياك انتو شركاء النجاح كسليك ما في مهرب. ألبوم وائل الأخير كان حاضر بقوة على مسرح جوني إلى جانب أغنياته القديمة اللي كان الجمهور خير كورال بترديدها ورا. بعد تقديم كل هالأغاني وغيرها كان من البديهي يكشف وائل عن مفاجأة الحفل واللي كانت أغنيته الجديدة أخذت القرار اللي أديها للمرة الأولى على المسرح، والمفاجأة كانت من قبل إدارة المهرجان اللي حبت تحتفل مع وائل بهالأغنية بالإضافة للتفاعل الضخم رغم أنه الأغنية ما كان مر إلا ساعات قليلة على إطلاقها.
شو الصعوبة اللي تقدر تاخذي القرار؟ متى ما أخذتي انتهى البلاغ. قرار ملكي كان. خلص لا رجوع. بعد ساعتين من الغناء المتواصل ختم الكفوري حفله الناجح وسط هتافات الجمهور ومطالبتهم بالمزيد والمزيد. أنهى وائل كفوري حفل مهرجانات صيف جوني اللي افتتح معه موسم الصيفي لعامر بالأمسيات والمهرجانات والحفلات اللي رح تتوزع بين لبنان والوطن العربي. أما أهم المحطات المقبلة فرح تكون بمهرجان أعياد بيروت مساء 2 آب أغسطس المقبل، واللي أصبح موعد ثابت بخريطة حفلات وائل الصيفية. Perfect. شو بتقولوا لوائل؟ كتير حلو كان. دايما السهرة معه حلوة. He's the best. لا واو شو هذا؟ إيه صاروخ. بيضة بيعقد منحبه كل مرة أحلى من مرة. من وين جاي تحضري اللي؟ من زحلي من عنده. من وين جاي؟ من ملبورن. شو بتقولي لوائل الليلة؟ رائع بيرفو. ملك ملك ملك. بنقول له هو حبيب الكل. بيعقد بيعقد شوبير. وائل شو ما بيعمل الحلو؟ ملك الرومانس. سهرة بتاخد العقل؟ نحنا منحبه كتير ويكفي وقراره مزبوط. رائع جدا. حبيت الحفلة؟ كتير حلوة وغنيته الأخيرة كتير حلوة. خلص أخذت العقل. القرار أخذه.